طبعا الحكم الابتدائي كان قاسيا جدا، فكان فما كان منا الا ان نتقدم بالطعن بالاستئناف ضد هذا الحكم، متوخين خيرا في المحكمه الابتدائيه في المرحله الاستئنافيه، وكنتمنوا ان المرحله الاستئنافيه تستجيب للطلبات ديالنا اللي تقدمنا بها في المرحله الابتدائيه. كان كانت الاحكام صادمه بالنسبه لهم، كانت الاحكام صادمه، ما توقعوش هما ديك الاحكام الاعدام والمؤبد ما توقعوهاش.